الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني يؤكدان مواصلة فتح آفاق جديدة للتعاون بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء يشرف اليوم على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية ويتابع الإفراجات بباقي الموانئ. ومحافظ البنك المركزي يؤكد أن الدولة لديها ما يكفي لسداد التزاماتها خاصة مع توحيد سعر الصرف. العاشرة صباحاً الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، مرحباً بكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلي هشام عبد التواب، إليك هشام. أهلاً بك دعاء. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً برئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تولي موريتانيا رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي. وصرح الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر لموريتانيا وثقته الكاملة في حسن وفاء الرئيس الموريتاني بمسؤوليات رئاسة الاتحاد، مشيرا إلى استعداد مصر لتقديم ما لديها من خبرات في هذا الصدد للأشقاء في موريتانيا بما يعزز العمل الإفريقي المشترك على مختلف المستويات. ومن جانبه ثمن رئيس الموريتاني اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مشددا على حرص بلاده على التنسيق والتشاور الدائم مع مصر في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين. وجرى في هذا الإطار تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان مواصلة فتح آفاق جديدة للتعاون بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع كينيا باعتبارها مثالا للتعاون بين الأشقاء في القارة، وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الدفاع الكيني بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الكيني نقل تحية الرئيس ويليام روتو إلى الرئيس السيسي، وأكد على حرص الجانب الكيني على مواصلة تفعيل العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات. وفي اجتماع آخر مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، شدد الرئيس السيسي على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل المزيد من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد آدم باري دوالي وزير الدفاع الكيني بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الوزير الكيني نقل تحيات الرئيس ويليام روتو إلى السيد الرئيس، مؤكدا حرص الجانب الكيني على مواصلة تفعيل العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات، وهو ما سمنه السيد الرئيس، مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع كينيا باعتبارها مثالا للتعاون بين الأشقاء في القارة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية لا سيما في قطاع غزة والبحر الأحمر والقرن الإفريقي وأثارها على السلم والأمن بالقارة الإفريقية، حيث أشاد الوزير الكيني بالدور المصري الرشيد في ترسيخ الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا حرص بلاده على التنسيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة ويعزز العمل الإفريقي المشترك على مستوى القارة ككل. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة النائبة أليسيا كيرنز رئيسة اللجنة وبحضور السفير جارث بيلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوفد البريطاني حرص على الاستماع لرؤية السيد الرئيس بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة، حيث عرض سيادته مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدا أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، ومنوها إلى دور مصر في حشد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري، بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة.
وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار. وفي ذات السياق أوضح السيد الرئيس للوفد البريطاني أن الحل الدائم والعادل للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. كما أكد السيد الرئيس خطورة اتساع محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته، لافتا في هذا الإطار إلى الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. اللقاء تطرق كذلك إلى تطورات الأزمات القائمة في عدد من دول الإقليم، حيث أكد السيد الرئيس أن تدعيم بنيان الدولة الوطنية بالمنطقة ومساندة مؤسساتها الوطنية نحو التماسك والوحدة يعد السبيل نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب بفعالية، مؤكدا دور مصر الداعمة والمساندة للدول الشقيقة في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبهم نحو الأمن والاستقرار وتجاوز هذه الحقبة القاسية من الأزمات الخطيرة التي عصفت باستقرار الشعوب ومقدراتها. وقد أعربت السيدة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني وأعضاء الوفد عن تقدير بلادهم البالغ للدور المتوازن والمسؤول الذي تقوم به مصر سياسيا وإنسانيا لاحتواء الاضطراب والتوتر والصراعات بالإقليم. كما أكدوا موقف المملكة المتحدة بشأن ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح آفاق السلام بالمنطقة، مشددين على دعمهم لجهود مصر في هذا الصدد. اللقاء تناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء ما تشهده من تطور إيجابي متواصل على الأصعدة كافة. هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هنأ رئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وأعرب مدبولي عن تمنياته بأن يحقق شعب مصر العظيم ويصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشرف اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، كما يتابع سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المصرية المختلفة. تشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج، ويأتي الإفراج عن البضائع تعبيراً عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم في توفير السلع بالأسواق ويحقق توازناً وانضباطاً للأسعار. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استيراد 1,000,000 طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300,000 طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأ بالفعل. قال مدبولي إن المرحلة المقبلة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، مضيفا أنه سيتم العمل على زيادة منافذ البيع وتيسير نقل السكر في المحافظات المختلفة. أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بقرارات البنك المركزي والتي تستهدف مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم. وخلال ترأسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي أشار مدبولي لأن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، ومؤكدا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يسهم في كبح جماح التضخم. كما شدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها. أكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم رفع قيمة القرض من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي بحضور بعثة صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حيث أشار مدبولي إلى أنه عقب توقيع الاتفاق مع الصندوق
فإن مصر تستطيع التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1,200,000,000 دولار ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9,200,000,000 دولار. برنامج الحقيقة تم زيادته من 3 مليار إلى 8,000,000,000 دولار، بالإضافة أن طبعا مع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية اللي هو بيعني بموضوع التغيرات المناخية، لكي نحصل على أيضا قرض آخر في حدود 1,000,000,000 أو 1,200,000,000، بحيث ممكن إن شاء الله يبقى إجمالي المجموع بتاع البرنامج المتكامل مع الصندوق الجزء الشق المالي 8 مليار زائد 1.2، يعني بنتكلم في حوالي حدود 9 مليار، بالإضافة إلى أن طبعا الصندوق بمجرد التوقيع باقي شركاء التنمية على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، عدد آخر من الشركاء سيقوموا أيضا بتوفير أيضا قروض وقروض ميسرة للدولة المصرية أيضا، بحيث يبقى بنتكلم على برنامج متكامل أرقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية اللي حضراتكم سمعتوا عنه. أكد صندوق النقد الدولي التواصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأولى والثانية بموجب اتفاق الصندوق. كما أشار البنك إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية تشمل الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسات النقدية والمالية وتباطؤ الإنفاق لخفض التضخم. كما أكد صندوق كذلك أن الاتفاق سيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الثقة والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية. وحسب ما ذكر الصندوق فإن السلطات المصرية طلبت زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي، ومشيرا إلى أن حزمة السياسات الشاملة تسعى إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون واستعادة استقرار الأسعار وإعادة نظام سعر الصرف والذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل. كما أكد الصندوق أن حزمة السياسات الأخيرة تظهر السلطات التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومشيرا إلى أن السلطات اتخذت خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، وموضحا كذلك أن السياسة النقدية كذلك تهدف بشكل أساسي إلى خفض التضخم وعكس اتجاه الدولار الأخير. كما رحب الصندوق في هذا الصدد بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس والتي اتخذها الشهر الماضي. وفي كلمتها عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد، أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر إيفانا فلاتكوفا، أكدت أن الصندوق قدم الدعم لمصر في ظل التحديات الاقتصادية التي تعقدت بشكل كبير بسبب الأزمة في غزة، وذلك من خلال حزمة بقيمة 3 مليارات تم رفعها إلى 8 مليارات دولار. هلا من دواعي السرور أن أعلن اليوم أن السلطات المصرية والموظفون بصندوق النقد الدولي قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق الممدد. لقد تعقدت التحديات الاقتصادية بشكل كبير بسبب المشكلة الأخيرة في غزة وتراجع حجم مقبوضات قناة السويس، كما أننا فكرنا في تقديم الدعم من جانب صندوق النقد الدولي لمصر، وذلك من خلال حزمة بقيمة 3 مليار تصل وقد تم رفعها إلى 8 مليار دولار. إن هذه الحزمة تسعى إلى الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستدامة على مستوى الأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف، مع العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته. كما أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر إيفانا فلاتكوفا أن مناقشة السياسات تشمل اتخاذ مصر لخطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر صرف المرن وتوحيد سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي لزيادة توفير الصرف الأجنبي ومساعدة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية، وتدعم السلطات في قرارها الانتقال إلى استهداف التضخم.
السلطات قد اتخذت خطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف مرنة، وقد بدأ ذلك بتوحيد سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي، وسوف يساعد ذلك على زيادة توفير الصرف الأجنبي مع التخلص من المتأخرات المرتبطة بالصرف الأجنبي، والعمل على تطبيق سعر خاص بالبنوك. والمنظومة المرنة سوف تساعد مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات في قرارها الانتقال إلى استهداف التضخم. أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي، أكد أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف للحفاظ على قيمة الجنيه المصري. وخلال مؤتمر صحفي بمقر البنك، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الدولة تعمل على خفض معدلات التضخم الذي يعد من أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد. اللي كان حاصل في الفترة اللي فاتت حاجتين، التضخم ده هو من أشرس الأمراض اللي بتواجه أي اقتصاد، فكان قدامه حاجتين، تضخم عالي وتوقعات تضخم مستقبلية أعلى. فإيه اللي كان بيحصل في الفترة اللي فاتت وحضراتكم عارفينه كله؟ هو ببساطة إن الراجل كان بيقول أنا بحط 100 جنيه في البنك النهاردة أخدها بعد سنة فلنفرض 120، القلم ده كان ب 100 جنيه بعد سنة يلاقيه ب 130، فيحصل إيه؟ يسيب الجنيه المصري ويقوم رايح بيدور على سلعة. السلعة دي بقى حضرتك تبدأ من أول التلاجة لحديد مرمي للدولار، تمام؟ وبالتالي بتبقى العملية دايرة مفرغة. احنا قررنا ان احنا نزود الفايدة عشان الجنيه المصري يقدر ان هو يبقى فيه قيمة للاستثمار، والاحتفاظ بيه يبقى مفيد للمواطن المصري ومفيد لنا جميعا. وبالتالي رفع الفايدة الى هذا الحد وبهذه الطريقة هو شيء مطلوب. وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن مصر لديها ما يكفي لسداد التزاماتها، خاصة مع توحيد سعر الصرف، وأشار إلى أن وجود سعرين للصرف في السوق المصري يضر بالاقتصاد بشكل خطير. كل اللي حصل ده بداية، وهتحتاج شغل مش بس من البنك المركزي، شغل من المركزي وشغل في الاقتصاد الحقيقي، وده احنا فعلا محتاجينه كلنا. احنا يعني الايام اللي فاتت علينا دي كانت ايام عصيبة، يعني شفنا فيها ايام ليه؟ لان كان في توقعات موجودة حوالين التضخم وحوالين سعر الصرف ملهاش اول من اخر. طيب القرار اللي احنا اللي عايزين نتكلم عليه تاني حضراتكم، هو طبعا اللي بيهم كل الناس، هو قرار سعر الصرف. حضراتكم كان في اصوات كتير قوي بتنادي ان سعر الصرف ده هيزود التضخم، وان سعر الصرف ده لازم ندافع عنه والى اخره. الحقيقه احنا يعني وجهه نظرنا في البنك المركزي وكل الدوله ان وجود سعرين صرف في اي اقتصاد هو مرض لا تستقيم معها الأمور. وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إننا على مسار تنازلي في سعر الفائدة، مؤكدا أن الدولة على بداية المسار الصحيح نحو التوازن الاقتصادي في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية. أتقدم بالشكر كمان للحكومة لأن في تنسيق جامد معها، وطبعا القيادة السياسية من غير دعمها ما كناش وصلنا للنقطة اللي احنا فيها دي. وأحب النهاردة أقول لحضراتكم، ده أول لقاء ليا مع حضراتكم، إن احنا على بداية المسار الصحيح، لأن البلد دي اقتصاديا تكون بلد متزنة اقتصاديا وقوية وبمجهود الناس كلها وبتفهم الناس كلها. من جانبه أكد نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا أن قرارات البنك ستعمل على ضبط الثقة في الأسواق بشكل جيد، كما أكد أن الاقتصاد المصري لديه المقومات ليكون في مصاف الاقتصادات الكبرى، كما أشار أيضا إلى أن مهمة البنك هي ضمان سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي. اللي يهمنا كبنك مركزي هو أن احنا ندفع بكل العوامل اللي هتأدي ليه استعادة الثقة. حضراتكم عارفين اللي اتكلمنا عليه من
حالة الاكتناز وحجب السلع ده كان سيء جدا، لأن لما بقاش فيه يقين وبقاش فيه قدرة على التسعير والتنبؤ بالمستقبل، مش قادرين نسعر ونشوف المستقبل رايح فين، بيبتدي يبقى فيه مضاربات، والتزايد والتصاعد في المضاربات دي بتخلي في شلل، نوع من الشلل أو عدم الاستقرار في النشاط الاقتصادي. بمعنى أو بشكل مبسط، أنا لو منتج مش قادر أسعر المنتج أو الخدمة اللي أنا بقدمها، وبالتالي المستهلك بيحصل تدافع على شراء واستهلاك أكتر من احتياجاتي وأكتر من إمكاناتي، وبالتالي الضغوط بتتزايد وبتنعكس في الآخر بشكل عام على زيادة في مستوى الأسعار. كما أعلن طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي إجراء اختبارات ضغط لملاحظة أقصى تأثير يمكن حدوثه على القطاع المصرفي في أي ظرف. كما أعلن أن تغطية المخصصات للبنوك للعملاء غير المنتظمين تصل إلى 92%. المهمة الأساسية اللي احنا كنا بنقوم بيها خلال الفترة اللي فاتت هو ضمان سلامة مراكز المالية للقطاع المصرفي المتمثلة في البنوك، لأن زي ما حضراتكم عارفين هدف سامي من أهداف البنك المركزي ومن نقطة من النقاط اللي قانون البنوك الحقيقة بيرتكز عليها هو ضمان حقوق المودعين. ده الأساس بتاعنا، نحن بنحافظ على حقوق المودعين، ولذلك بداية لأي تحرك بيحصل في السياسة النقدية بناخد توجيهات وتعليمات من سيادة المحافظ ان احنا نعمل اختبارات. الاختبارات دي بنقيس مدى تأثير العوامل اللي ممكن تؤثر على المراكز المالية للبنوك زي سعر الصرف وزي سعر الفايدة. استهداف معدلات التضخم وليس تحديد سعر الصرف في المستقبل من أبرز الرسائل التي أكد عليها محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في كلمته. نتابع المزيد عنها في هذا العرض مع عمرو شهاب. أهلا بكم. رسائل مهمة وجهها محافظ البنك المركزي حسن عبد الله عقب الإعلان عن الاتفاق على حزمة متكاملة من السياسات والإصلاحات والتدابير النقدية. محافظ البنك المركزي أكد أن هدف رفع سعر الفائدة هو احتواء التضخم ودعم المواطن، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك برنامجا مهما لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة بنسبة 6% من أجل دعم المواطنين والاستثمار الأجنبي المباشر. كما أكد محافظ البنك المركزي أن البنك يمتلك من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض عنها، مشيرا إلى أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. محافظ البنك المركزي أكد أيضا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. كما أوضح أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط. وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنك لن يستهدف تحديد سعر الصرف في المستقبل، ولكن سيكون الهدف هو معدلات التضخم، مشددا على أن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف بعدما كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية. محافظ البنك المركزي أكد كذلك إتاحة الدولار من الجهاز المصرفي نتيجة حركة السوق بعد سعر الصرف، حيث حركة الدولار جاءت من السوق وذهبت للسوق. كما أكد أنه وجه البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مطالبا بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة. تلك الرسائل تأتي بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
مشاهدينا، كان هذا عرضا حول رسائل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بعد قرارات لجنة السياسات النقدية. شكرا لطيب المتابعة. وجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي. تأتي توجيهات البنك المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. مصر في 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، والذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض. يعد الاهتمام بشبه جزيرة سيناء والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لم يكن أمرا هينا، خاصة مع الإهمال الذي عانت منه سيناء على مدار عقود ماضية. ما بين معركة التعمير والحرب على الإرهاب، خاضت الدولة ملاحم في سيناء خلال 10 سنوات الماضية. فقد جاءت ثورة 30 يونيو لتواجه الإرهاب والتطرف الذي تم زرعه في أرض الفيروز. وخاضت القوات المسلحة والشرطة معركة بطولية استمرت على مدار عقد من الزمان لتطهير الأرض من دنس الإرهاب الذي أرادوا له أن يكون خنجراً في خاصرة الدولة المصرية ويثنيها عن طريقها الذي رسمت خريطته في 3 يوليو 2013. وفي الوقت الذي كانت يد الجيش تحارب الإرهاب في سيناء، كانت يد الدولة تمتد إليها بالتعمير والتنمية، حتى جعلت من أرض الفيروز أرضاً للنماء والخير لمصر، وباتت شبه جزيرة سيناء تجمع كل مكونات التنمية الشاملة. فعلى مدار السنوات الماضية تبدل الحال وتغيرت الأوضاع في سيناء بعد أن مدت الدولة شبكة طرق ضخمة غير مسبوقة لتكون شريانا للحركة والتنقل والتجارة والاستثمار، إلى جانب إقامة المشروعات التنموية الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية داخل أرض الفيروز. وبحسب الأرقام الحكومية تم إنفاق نحو 610 مليارات جنيه على الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط، بدون ربط ما يتم في أقليم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وذلك منذ عام 2014. ومع دوران عجلة التنمية في سيناء عادت الحياة إلى طبيعتها بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة على مدار السنوات الماضية، وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من القيادة السياسية وأهالي سيناء.
وليس أبلغ من دليل على هذا سوى تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتكازات الأمنية بنطاق قوة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذ مهامهم. ملحمة كبرى خاضتها الدولة المصرية على مدار سنوات لتعبر بسيناء نحو التنمية والعمران، لتكون واحة للمشاريع التنموية الواعدة وتنعم بالأمن والأمان بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة وأبناء سيناء الشرفاء. هذا وتمثل قاعدة 3 يوليو البحرية نقطة ارتكاز للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، كما تعد من أحدث وأكبر القواعد البحرية المصرية. المزيد في هذا العرض. وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني يؤكدان مواصلة فتح آفاق جديدة للتعاون بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء يشرف اليوم على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية ويتابع الإفراجات بباقي الموانئ. محافظ البنك المركزي يؤكد أن الدولة لديها ما يكفي لسداد التزاماتها، خاصة مع توحيد سعر الصرف. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. كنا معكم في هذه النشرة الزميلة دعاء جد الحق وأنا هشام عبد التواب. إلى اللقاء.